الشفيع والوتر قال بسلام واحد. أو كأن النتيم ده. أيوة طيب. أنا ما بنسى لكن أنا ما كبرت أحمد طليق صلاح، أنتم ما شايفين الناس هاي. اديني لي أنا واحد واحد. طيب. الشفيع والوتر يجيب من كلهم يعني ثلاثة ركعات مع بعض. بجوز ما في مشكلة. في سنن النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل. ثلاثة، لكن انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب. يعني لو صليت ثلاثة يكون عندك جلوس واحد في النهاية بس، ما تجلس تبقى تشبه شنو؟ المغرب. لا، ما تشبه المغرب، تجلس جلوس واحد في النهاية. قال: ومن أراد أن يوتر بخمس فليفعل. خمسة مع بعض. ومن أراد أن يوتر بسبع فليفعل. سبعة مع بعض، خمسة مع بعض، ها، ثلاثة مع بعض، ما في إشكال. والتسعة لو دار تعمل تسعة مع بعض تعمل ثمانية ركعات، ما في أي جلوس. ثمانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة ثمانية، تجلس تسلم توتر بواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن أراد أن يوتر بواحدة فليفعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد على شنو يا اخواننا؟ ركعتين الشفع وركعة الوتر. شميت تعمل كسلا، ممكن تعمل فقها. ابن عباس رضي الله عنه اشتكوا له أقوام، قالوا له: إن معاوية رضي الله عنه يوتر بواحدة. قال: دعوه فإنه فقيه. ها؟ معاوية فقيه. قال رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من معاوية. ها؟ هسه ينبذوا فيه الشيعة ونبذوا فيه المجرمين، ينبذوا في معاوية. الإمام أحمد رضي الله عنه كان يقول: معاوية السيد الحليم. ابن عمر صحابي جليل قال: ما رأيت أسود من معاوية. أسود يعني شنو؟ لونه أسود؟ لا لا، أسود يعني شنو؟ الملك يعني سودد. قال: ما زول في الملك زي معاوية؟ قال: ما في. ولو يا ابن عمر ولا أبو بكر وعمر، قال: كانا أفضل منه لكنه أسود منه. في الملك ده معاوية قوي، عشان كده الناس بيكرهوه. تقال بيكرهوه ليه؟ قوي كان، رضي الله عنه أرضاه. كان في الملك عنده حكمة، وإنسان كان داهية، ذكي جدا معاوية رضي الله عنه. عموما نرجع لكلامنا، إنه يا عمنا الوتر يكون بكم؟ ممكن بواحدة، ممكن بثلاثة، ممكن بخمسة، ممكن بسبعة، ممكن بتسعة. السؤال الثاني: طيب، قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء. يبدأ من بعد صلاة العشاء، لأن قبل صلاة العشاء في نافلة المغرب. هذه صلاة المغرب، هذه نافلة المغرب، ركعتين نافلة المغرب، وفي حديث ست ركعات. أما قيام الليل، لأنه قيام الليل بيكون بعد إكمال الفريضة. تأكملت الفريضة خلاص صلاة العشاء، بعدك بتجي للنافلة قيام الليل. وقيام الليل بيبدأ من بعد العشاء لحد أذان الفجر الثاني، ده كله قيام الليل. وأفضل وقت له الثلث الأخير من الليل، هذا أفضل وقت. الثلث الأخير، الثلث الأخير ده تعرفه كيف؟ ده تعرفه الليل، أحسبه من الغروب، غروب الشمس لحد الفجر، ده الليل أقسمه على ثلاثة. الثلث الأول خليه، الثلث الثاني خليه، الثلث الثالث ده الثلث الأخير من الليل، ده اللي أبوك الشيخ قال فيه: في الثلث ناديهم، ما قال قوموا صيح بيهم وابقى منهم وليهم وخلي الحمالة عليهم، سوي كده عشان تخش جهنم.
تقوم في الثلث الأخير من الليل بدل تسأل ربك ربك الخالق الباري، ربنا ينادي العباد يا أخواننا بالله، لاحظوا يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ربنا ينادي زيدا ويجي ده يقول لك ترفع يديك تتمغى كذي، أوه يا أبو يا شيخ الحفيان حفيان بقى عشان والله أديك كده، جهل جهل عظيم ولعب بالدين. على أي حال كده وضحت المسألة يا عمنا. أيوة نعم أيوة. طيب سؤال، إنسان فاتته صلاة العشاء وأدرك مع الناس التراويح، هل يدخل معهم ولا يصلي براو؟ الإجابة يدخل مع الإمام في صلاة التراويح، الإمام يصلي ركعتين، هو يصلي معه الركعتين، يقوم يكمل بعد ذاك لنفسه ركعتين، يبقى كده العشاء تم. تمام. الدليل على هذه المسألة لأنه دي بسموها صلاة المفترض خلف المتنفل، اسمها شنو؟ صلاة المفترض خلف المتنفل، لأنه أنت تقدر تصلي عشاء فريضة ولا نافلة؟ فريضة. واللي بيصلي في التراويح فريضة ولا نافلة؟ نافلة. إذا أنت مفترض خلف المتنفل. الدليل على حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ويمشي يرجع لقومه هناك في الجبل، معاذ بن جبل ما ناسكن الجبل فوق، بيرجع لقومه في الجبل بيصلي بهم، فيبقى له هو نافلة ولهم هم شنو؟ فريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف وما أنكر عليه، وقالوا عند العلماء ده إقرار، أقر والنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، خلافا لفتاوى الصوفية وبيأخذوها من المذهب المالكي. والراجح هنا يا أخواننا ما فتوى الفقه المالكي، ما الراجح، لأنه عندهم اختلاف النية، يقول لك اختلفت النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه، ده دليلهم، قال فلا تختلفوا عليه. طيب قالوا الإمام ناوي شنو؟ ناوي نافلة، وإنت ناوي فريضة، والنبي قال فلا تختلفوا عليه، معناه قالوا ما تخالفوا في النية، لا 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 ما معناه كده، فلا تختلفوا عليه يعني ما الإمام يقول راكع وإنت ساجد، والإمام ساجد وإنت قمت، ده معناه فلا تختلفوا عليه. لكن أما اختلاف النية ما بضر، حتى لو أنت صليت، مش أنت متنفل، أنت صليت وبقيت تملي نفسك، جاء واحد داخل خشى معاك ما فيها مشكلة، يخش معاك ويكمل ما فيها مشكلة. دعاء القنوت، هل الإنسان يرفع يديه ولا يدعو من غير رفع يدين؟ كله جائز يا أخوانا. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول دعاء القنوت في الوتر في صلاة التراويح يدعو الإنسان يرفع يديه أو يدعو من غير رفع يدين، كله بيجوز ما في مشكلة. نعم. هل التصوف عنده أصل في الدين؟ ما عنده أي أصل في دين الإسلام أبدا. التصوف عبارة عن بدعة نشأت في العهد الثالث، بعد العهد الثالث، بعد القرون المفضلة، بدعة أصلا قامت على الزهد. الزهد في الدنيا بدأت عبد الواحد بن زيد، هذا أول من بدأ التصوف، بقى بيهيم في الأرض سايح يمرق بلف، وابن أدهم وغيرهم بدوا بلفوا في الأرض، نظام زهد في الدنيا وكذا، وبعد ذلك بدأوا التصوف بالزهد لحد ما بقى التصوف الآن تصوف شرك وخرافات وضلالات. فليس للتصوف أصل في دين الإسلام، إنما التصوف بدع وضلالات. نعم. دليل ذكر اسم صاحب البدعة. طيب الدليل على ذكر اسم صاحب البدعة ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا، قال الراوي وسمى، لاحظ
الكلمة دي كثير من الناس المرضين يعني الموضوع ده ما بجيبه لك. في ناس مرضانين حتى من البندقون ذاتهم، في ناس مرضانين في الموضوع ده، يقول لك لا ما تسمي، ارجع للبخاري انا خليني البخاري، البخاري بتعرفه؟ قالوا وسمى رجلين من المنافقين فلان وفلان، قال لا يعلمان من ديننا شيئا. الامام النووي جاب الحديث ده وكتب فوق باب ما يباح من الغيبة. دي غيبة مباحة لأنه الشريعة بتقوم عليها، الدين لا يقوم إلا على هذا. في باب كبير في الإسلام اسمه باب الجرح والتعديل، العلماء عشان يعرفوا إنه ده حديث النبي ولا ما حديث النبي يعرفوا كيف إنه الحديث صحيح وده ضعيف، كيف يعرفوا؟ لابد من علم اسمه علم الجرح والتعديل. يعني يتكلموا عن الرواة يقول لك الراوي ده هذا كذاب، لكن هذا ثقة، كذاب وثقة، صنفوا الأحاديث أحاديث صحيحة وضعيفة، صنفوها على أي أساس؟ على أساس الكلام في الرجال. عشان كده شعبة رضي الله عنه عالم جليل من السلف، وهو أشهر من بدأ الكلام في الرجال. شعبة كان بيقول تعالوا نغتاب في الله ساعة، نغتاب في الله أنه في غيبة، غيبة جائزة، دي الغيبة بل قد تكون واجبة عدل. جاء مجلس شعبة مرة، دخل واحد ترى من الجماعة زي دي الناس باركوها، واحد يقول لك لا لا مولانا احنا ما لنا كلام في ذول، بتقول لنا قال الله وقال الرسول وخلاص عليك. دي النوعية، دي في نوعية مرضانة زي دي كده، شفت كيف؟ جاء داخل بمجلس شعبة قام قال دعونا من فلان وفلان، حدثونا ما قال الله وقال الرسول. فقال شعبة قال له لقد أتيت في يوم الغيبة، اليوم ده قال ليلة الليلة كله يوم فلان وفلان، مش انت دخلت غلط، جيت في يوم الغيبة قال له. فالمسألة دي مسألة كثير من الناس ما يفهموها لأنه ما بيفهم الشريعة. واحد للإمام أحمد اسمه أبو تراب، ده اسمه كده أبو تراب النخشبي، كما نقل ذلك ابن كثير في اختصار علوم الحديث. قال الإمام أحمد قال يا إمام أتغتاب العلماء؟ الإمام أحمد قال له ويحك، ده الإمام أحمد، هسه يجيك واحد بجاي عدس ولا بصل يجي يقول لك لا لا وهذا لا يجوز، لأنك أنت ما تعلمت الشريعة، ما تعلمت. ده الإمام أحمد اسمه جبل العلم، الإمام أحمد قال له ويحك هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. شفت الفهم كيف؟ دي نصيحة. هسه يا أخواننا كده أوقع عليكم بالراحة كده بالراحة، إذا في زول بتاع مريسة بيجاي، أفرض كم بيت كده بيجاي، في واحد بتاع مريسة معروف وزول أخلاقه كعبة، وجيت لقيت ولد من أولاد الحلة قاعد مع الزول ده، ولقيت أبوه ما بتكلمه تقول لا فلان ولدك قاعد مع الزول ده الحقه، بتكلمه ولا أنت عندك ورع ما تتكلم في الناس؟ تكلمه صح؟ ليه؟ دي غيبة ولا ما غيبة؟ بتاع المريسة ده ما مسلم، إن شاء الله كان شاد له حلة كبيرة، برضه مسلم مو كافر، ليه تتكلم في الناس؟ يقول لك دي نصيحة بس، دي ذاتها نصيحة بس، لما بقت في أبوك الشيخة بيتها، لما كانت في ست المريسة قبلتها ولما بقت في أبوك الشيخة بيتها مالك؟ كلهم واحد، اللي بيبيع مريسة وداك كعب كمان من اللي بيبيع المريسة ذاته، لأنه داك بخرب العقيدة. المهم هذه الأدلة، والأدلة كثيرة جدا. نعم. الطلاق؟ الحلف بالطلاق؟ الحلف بالطلاق يا اخواننا محرم. العلماء قالوا الحلف بالطلاق محرم، لكن ما هو شرك. الشرك ده لما تحلف بغير الله.
تمام؟ لكن العلماء قالوا الطلاق ما هو حليفة، إنما الطلاق يمين أوقعتها على نفسك، كأنك بتقول أنا حأطلق لو ما عملت كده، وما هو حليفة أصلا، ولكن شنو؟ يقع بمنزلة اليمين، يقع بمنزلة اليمين، ولكن هو ما يدخل في الشرك بالله. زمان الناس بيقول له من حلفت بالطلاق معناه مشرك، وزي ذاك دجال القناق بيل ذاك ده أفتى الجماعة قال له نبتوا أبواتكم بحلفوا بالطلاق، وأي زول أبوه بيحلف بالطلاق الطلاق ده وقع، وأي زول أبوه بيحلف بالطلاق معناه هو حرام. قال الشعب السوداني ده أغلب أولاد حرام رفضوه، كان مفتي ده، كان مفتي في سنار، شالوا برا طلعوا أولاد حرام يا ناس. هو ده اسمه طلاق شرطي، ده ما بيفهموا طلاق، لا بيفهموا فقه، لا بيفهموا عقيدة، ده اسمه طلاق شرطي، شرط، تمام؟ تقول لو ما حصل كده بطلق، يعني زي تقول للمرأة، تقول لها لو مشيتي بيت الجيران انت طلقانة، ده طلاق شرطي صح؟ شرطي، ده ما بقى إلا بشرطين، الصوفي ما بيعرف حاجة. الشرط الأول نية القائل، انت لما قلت ليها لو مشيتي بيت الجيران طلقانة، هل نيتك انك تطلق ولا دار تخوفها؟ ده السؤال هنا. واحد يقول لك والله ده هريشة زايل، النسوان ديل يقول لك الزمن ده كان ما هرشون بالطلاق، ده ما من هرشن، دار تخوفها زي الطلاق ما بقى حتى لو مشت كويس. لكن العلماء قالوا عليك كفارة يمين، طلاق ما بقى لكن لو مشت عليك كفارة يمين. الشرط الثاني انه هيتا مش متذكره، ممكن تكون نسيت، تقول لها تاني يا مره كان لبست التوب ده طلقانه كويس، والموضوع مشى على كده وانت ناوي الطلاق ذاته، لكن يوم بتقلب في ثيابها كده وشفقانه كف لفحت التوبه ده ومرقت كويس، ناسيه، ما بيقع الطلاق. انتبه، ما يقع. لو كانت المرأة ناسية شنو؟ إنه الراجل قال لها التوب ده فيه طلاق، أعمل حسابك. لو نست الطلاق ما بقع. لكن الصوفي ذاك لما في ديل طلقن طلق نسوان وطلعن أولاد حرام. ما بيفهم يا علمهم يا نحن والله في البلد دي بلوة شفتها اترمت فينا زي الناس ديل ما في. خربوا العقيدة وخربوا الفقه والصلاة، الواحد تلقى واقف لك كده في الصلاة، أتقول في صف بتاع عيش واقف كده ساي. ليه يا أخي؟ يقول لك الإمام مالك كان يعمل كده كذاب، الإمام مالك ما كان بيصلي كده. المهم أيوة الدعاء يعني بعد حلقات العلم، حلقات القرآن دي إما تكون حلقات علم وإما لا. لاحظوا حلقات القرآن لو كانت حلقة ساي بتاعت تلاوة بس الناس كلهم بيعرفوا يقروا، لكن أي واحد يجيب مصحف يقول له ده يقرأ صفحة وده يقرأ صفحة وده يقرأ صفحة، ما قاعد يتعلموا، ما بيجوز. عشان تعرف الحاصل، ما في قراية زي دي، تعبد ساي، تعبد يقول يقرأ براءه، أو زول يقرأ والناس تسمع، ما في مشكلة الناس تسمع، هذا ورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه. أما قراية يزول يشيل مصحف ويقعد عاملين فيها بيتعبدوا، ودي طبعا دائما بيستغطبوا بها، ده شغل بتاع استقطاب في الجامع بعد صلاة الصبح، تلقى جماعة قاعدين ثلاثة كده، واحد عين في المصحف وعين في كتة عاملين فيها بيقروا، ده يستقطبوا ناس، فهمت؟ قراية زي دي ما بتجوز إلا حلقة علم، يكون في شيخ قاعد وأنتوا جايين تتعلم وأنت بتقرا وما يعمل، يقول لك لا لا أقرا كده وما يعمل كده إلى آخره، بيعلمك. إذا علم بيجوز، إذا كانت حلقة علم فبعديها ما في بأس انه واحد من الناس يدعو للناس بالخير او الشيخ زاد ويدعو لهم بالخير، ما في مشكله، ما في باس، كما قال العلامه ابن باز رحمه الله تعالى عليه. اي نعم. الصلاه والزول شنو؟ معلق تميمه. صلاه بتاع الزول معلق تميمه ما بتجوز. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال عليه الصلاة والسلام
من تعلق تميمة فقد أشرك. والآن التمائم اللي بتعلق دي ما هي نوعين، في تمائم بدعة إذا كانت من القرآن، وفي تمائم قالوا شرك لو كانت من الطلاسم. والتمائم الصوفية دي كلها من الطلاسم، ما يجي واحد يغشك يقول لك دي من القرآن، حتى لو من القرآن بدعة ما بتجوز، لكن تمائم الصوفية شرك، من التمائم الشركية. فذا المعلق تميمة ما تصلي وراه، مما لقيته سوى لك من هناك، انت شفتها قعدت تسوق دي اخذها وطوال شن على تقوم رفوت، يلا شوف لك جامع ثاني. قال عندهم ناس بيسمعوا للصوفية، ولما يجي اي واحد من المشايخ السلفيين بيعملوا مشاكل وبقوموا بيمشوا. ده اصلا السبب اللي خلاهم يعملوا المشاكل المرض بتاع التصوف القاعد في القلوب، هذا هو سبب المشاكل، ده سبب المشاكل. ولذلك الانسان ينصحهم، وخاصه اهلنا الكبار يترفق بهم، يديهم الكلام بالحجه بالادله من الكتاب والسنه وبالتي هي احسن، يبين لهم. بعد ذاك ثاني كان ابو الله يهون عليهم. اي نعم ايوه ايوه، يعني بعد ما تقرا القران يقول لك احسنت، هذا ما كلام بيقولوا الناس. هاي الشعب السوداني ده ما بتاع تنظير الا من رحم الله، بينظروا ساي يقول لك احسنت، يقول لك طبعا ده مقياس غريب جدا، انا اول مره يجاني ترمومتر غنمائي، غنمائي مقياس الولايه والصلاح. يا ناس في غنمائي بتورينا الصالح منه والما صالح منه. فالسؤال قال واحد في سنار، قال له انا زول لما يموت لو دار تعرفوه اللي صالح تجيبوا عيش تشتتوه فوق وتجيبوا غنمائي، لو اكلت العيش معناها هذا شنو؟ هو لصالح، ولو ما اكلته لو ما أكل لو جرت اي. وطيب لو الغنمه دي شبعانه، لو شبعانه زي ما قدرت تاكل. يا ناس ده كله كلام فارغ. الولايه عندها شرطين في القران، في القران ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منو؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. الغنمه بتعرف الايمان في القلب، الإيمان في القلب، بتعرفوا العنز؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إخواننا مسألة عذاب القبر، نعم البهائم بتسمع عذاب القبر بتسمعوا نعم، لكن هذا مو مقياس عشان تعرف أن الإنسان صالح ولا ما صالح، لأنه عذاب القبر العلماء قالوا يختلف، منه عذاب دائم ومنه عذاب غير دائم، قد يكون العذاب غير دائم، تمام؟ فدي اشياء كلها من الخرافات بتاع الصوفيه ساي. انا الشباب الربط على التوحيد بفلان وانا مع فلان وفلان زي الكوره، يعني في مواقع التواصل الاجتماعي الايام دي هل الناس ربطوا الكلام ده بالدعوه بتاع التوحيد، وهل المسجد ده بيتاثر من الكلام ده حتى لو أنا. والله يا اخوان هذا سؤال مهم جدا. اخونا الشيخ الهادي بنبينا على انه الدعوة يا اخواننا ما ترتبط بشخص معين، وهذه مهمة جدا. الدين يا اخواننا مبني على القرآن والسنة، هذه أصلين على فهم السلف. أنت تتبع القرآن وتتبع السنة، ما تتبع شخصا معينا ولا تتبع لشخص معين، حتى وإن كان على الحق أنت ما تابع له، إنما أنت تبع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أنت خلاص لو بقيت دينك
تابع لشخص معين، أنا مع شيخ فلان مثلا، أنا مع الشيخ الفوزان، هذا عالم من العلماء، عالم جليل، صاحب قدر عظيم عند الناس اليوم، تمام؟ لكن لو قلت أنا تبع للشيخ الفوزان، هل أنت تضمن أن الشيخ الفوزان حيستمر على الهداية حتى الموت؟ طب تضمن؟ ما بتضمن. ربنا سبحانه وتعالى يقول أفأمن الذين مكروا السيئات أفأمنوا مكر الله، ما في حد بيأمن مكر الله، تمام؟ عشان كده أنت لو بقيت تبع لزول لو ضل حتضل معه، ولذلك ما تتبع لأحد أياً كان، أياً كان، حتى لو شيخك وأنت بتحبه وعلمك ما تتبع له. ليه؟ عشان أنت ما دينك يكون مربوط بهذا الشخص، إنما تتبع للأدلة من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما في أحد من العلماء الآن بيقبل، حتى العلماء الكبار ما في حد منهم بيقبل إنك تقول أنا تابع له، أنا تابع لفلان أو تابع لعلان، ها؟ ده ما بيقبل لإخواننا، وده السبب الآن اللي ضيع الجماعات الموجودة دي، اللي ضيعهم إن الواحد منهم ربط نفسه بشنو؟ بشخص معين، يقول لك شيخ فلان نحن معاه وده شيخنا. نعم يا أخي، شيخك ما دام على الحق أنت حبه وقدره وديه مكانته ما في إشكال، لكن كونه أنت تربط الحق به هذا إشكال كبير جدا. أي نعم، مسألة النقاب بالنسبة للنساء والحجاب، هذين يا أخواننا تعبيرين من التعبيرات اللي بيعبروا بين أهل العلم، تعبير النقاب وتعبير الحجاب. بعضهم يقصد بالحجاب التغطية كل الجسم عدا الوجه والكفين، وبعضهم يقصد به التغطية الكاملة، وبعضهم يقصد بالنقاب تغطية الوجه، وبعضهم يقصد بالنقاب إنه اللي بيخرج الأعين. عموما المرأة يا أخوانا، أنتوا لو دار تعرفوا الشرع وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين كلهن ما كانوا عليه تغطية جميع البدن، المرأة كلها عورة. قال الإمام مالك المرأة كلها عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا يبن منها شيء، ما يظهر منها شيء. قال ولا خفوة، الخف ده اللي احنا بنسميه الكعب تاع الكرة التحديات، ولا شيء. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تلا الآية دي على نساء المؤمنين، لما تلا عليهن الآية السيدة عائشة قالت خرج النساء، نساء الأنصار، وعليهن أكسية سود يلبسنها لا يعرفهن أحد. أها، لما ما بيعرف زول معناها كيف؟ معناها الوش مغطى، الأرجل مغطية، كل قالت شققن مروطهن، المروط القماش التخين. قالت فلبسنها فخرجنا كأنهن الغربان، أسود كل إن سواد بس كأنهن الغربان. فإذا الشرع شنو؟ المرأة تغطي جسمها كله، وجه، كفين، رأس، شعر، رجول، كله تغطي. نعم يا عمنا. نعم، يعني بيفطر بها يعني. بالنسبة للصعود والسجاير، قال في ناس بيفطروا بين، يا اخوان هذول يفطر له بيسفة كلام ده ما بيجي يا اخي. على اي حال، الصعود والسجاير الاثنين من الخبائث يا اخوان، من الخبائث، وما في حد بيختلف معاك انهن من الخبائث، لانه الليلة لو قلت له تعال نحشي لك سندويتشي بصعود بياكلوا؟ ما بياكلوا. إذا من الخبائث. الليلة لو جاء داخل الجامع بيخليه برا، ريحته سمحة ولا كعبة؟ ريحته سيئة جدا، فريحة سيئة، وبيعمل مرض، بيسوي أمراض، سرطانات، اللثة.
سواء أمراض، فإذا مضر وريحته خبيثة وطعمه خبيث فهو من الخبائث. وربنا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا يبقى حرام، يبقى حرام. إذا كان حرام الإنسان ما بيفطر بالحرام، إنما يفطر بشنو؟ بالطيب، لأنه ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أنت لما تجي تفطر بتفطر بالطيبات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر بالرطب، إن لم يجد فالتمر، إن لم يجد حسى حسوات من ماء، لكن يفطر بسفة ويسحر بسفة. يا أخي ترى رمضان ده فرصة لك تخليه ذاته، يا أخي فرصة لك تخليه يا أخي. نعم طيب، بالنسبة للتبليغ في الصلاة، الإمام لما يكبر بيكون في واحد وراه، السودانيين بيسموه الماموم، براهم عينوا لهم وظيفة يسموا الماموم، ما بقى يسموا الماموم، وندل كلهم يسمون المامومين، كلهم أي واحد يسمو الماموم، لكن عندهم زي الوظيفة كده يقول لك ده الماموم. أها الماموم ده بلغ ورا الإمام. طيب الكلام ده لو كان صوت الإمام مسموع، لو كان صوت الإمام مسموع يعني الناس الورى والنساء بغادي بيسمعوا صوت الإمام، لا يجوز التبليغ. ولو إنسان بلغ صلاته باطلة، قال العلماء إلا أن يكون جاهل، إلا أن يكون جاهلا، لكن تبطل صلاته. ليه؟ لأنه زاد على الصلاة شيء جديد. طيب أما كونه يستدل بوضع الحرم المكي والمدني، فنقول في خلاف كبير يا أخواننا، أو اختلاف بين الحرم وبين بقية المصليات بتاعتنا. الحرم يا أخواننا وضعه خاص ووضعه غير بقية المساجد. الحرم كبير جدا بيصلوا فيه ملايين ملايين يا ناس، يعني ناس فوق وناس تحت وناس برا وناس من بيجاي مقبلين كده وناس مقبلين كده وناس من هنا مقبلين جاي وناس من بيجاي مقبلين كده وناس برا برا كله كله. طيب الوضع العلماء قالوا بيختلف فلا يقاس عليه. هل عندنا مسجد الآن زي الحرم؟ أسأل يقول لك جامعكم ده الحرم؟ يقول لك لا. يقول لك طيب كيف تقيس على الحرم؟ فالقياس على الحرم قياس باطل، لأنه الحرم بيصلوا فيه أعداد كبيرة من الناس، قد ما يسمعوا فيهم الزول السمع ضعيف، فيهم الزول البعيد، فيهم الزول القدام ناس ماشيين إلى آخره. نعم أيوة السحور، السحور يا أخواننا يكون قبل الأذان الثاني اللي فيه الصلاة خير من النوم، قبل الأذان الثاني. لو سؤال في المساجد السحور بيكون يا أخواننا قبل الأذان، قلنا شنو؟ الثاني. ولو الإنسان كان بيتسحر بشرط إنه ماخذ الإناء في يده، إذا كان شراب العلماء قالوا لو كان شرابا ماخذ الإناء في يده بيشرب وسمع الأذان الثاني ما يقيف لحد ما يقضي حاجته من الشراب. ولو كان بياكل أكل واللقمة اللي شايلة في يده دي ياكلها حتى لو سمع الأذان، لكن ثاني ما ينزل يده يشيل جديد. ها ولو أنت الشراب قدامك وما ماسكه في يدك ما تنزل يدك تمسكه، لكن لو في يدك تشرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. جايك أنا عارف السؤال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإناء في يد أحدكم وسمع النداء فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. كده وضحت لنا المسألة دي. أما بالنسبة للتنبيه على السحور، تنبيه عليه إما بالميكروفون أو تنبيه أشوفه يمشي يدق برا، ده يا أخواننا أصلا ما مشروع، وخاصة تنبيه عليه بالميكروفون أو الناس يعملوا له نداء خاص، تسحروا فإن في السحور بركة، يعملوا له نداء خاص، هذا ما يجوز، هذا ليس من الشرع. لماذا؟ لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد هذا التنبيه، إنما يتعلم الناس كان يعلمهم، قالوا إذا أذن
بلال فكلوا واشربوا. ها لأنه بلال يؤذن شنو؟ يؤذن بليل، يعني بأذن الأذان الأول. قال وإذا أذن ابن حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ليه؟ لأنه ابن أم مكتوم ما كان يؤذن لحد ما يقول له أصبحت أصبحت لحد ما يطلع الفجر حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عشان كده أنت تفرز بين الاثنين، إنه لو سمعت النداء الأول للصلاة اللي ما فيه الصلاة خير من النوم تسحر، أول ما تسمع الأذان الثاني اللي فيه الصلاة خير من النوم خلاص. لكن أما التنبيه يا أخواننا ليو التنبيه هذا غير مشروع، غير مشروع، الزول ما يعمله. نعم. قاطع الرحم هل عنده صيام؟ يا أخواننا قطيعة الرحم من أكبر الذنوب. قال الله تبارك وتعالى هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فتقطيع الأرحام من الفساد في الأرض، هذا من الفساد، لأن الأرحام ربنا سبحانه وتعالى جعل للناس سبب من أسباب القربة والتآلف. ولذلك الإنسان لأي سبب من أسباب الدنيا، إذا كان لسبب دنيوي زول يقول لك فلان ما جاني في المناسبة وفلان ما دفع علي قروش وفلان اليوم ده كده إلى آخره، من أسباب الدنيوية ما يقطع أرحامه. إلا إذا كان الرحم رجلا فاسدا في الدين، مثلا لو كان رحمك ذو الساحر، ساحر معروف بيمشي له وبيكتب الناس وبضرهم ودجال، هذا تقطعه ده ما يعتبر رحم أصلا، لا تقطع طواله، ده ما يعتبر من الرحم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جايك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فالرحم أزول الرجل الفاسد، أنت لو قاطعته لفساد في دينه بجوز، كان زول معربد بتاع خمرة ودجل أو كان زول ساحر دجال أو غيره قاطعته في الدين بجوز، أما تقاطع في الدنيا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما الإنسان يا أخواننا ولو كان قاطع رحم فصيامه صحيح، ما يبطل الصيام، الصيام صحيح، لكن قطيعة الرحم جريمة وتنقص من أجر الصيام، بتنقص أجر الصيام. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. الصيام لو افترض يهذب أخلاقك قبل ما يهذب شنو؟ يهذب بطنك، يهذب أخلاقك، تعاملك، سلوكك مع الناس يهذب الصيام في الأول. نعم. سؤالك كان شنو؟ إقامة الصبي للصلاة. إقامة الصلاة والصلاة نفسها هل يشترط لها البلوغ ولا ما يشترط؟ الصحيح ما يشترط، ما يشترط البلوغ، إنما يشترط التمييز. التمييز ده شنو؟ يعني يكون الصبي مدرك فاهم بيعرف الصلاة دي شنو، بيعرف الإقامة. تمام؟ لو كان الصبي عمره 6 سنوات، 6 سنة بس أو 7 سنوات وبيعرف الصلاة، ده ممكن يقيم الصلاة ويصلي بالناس حتى الجمعة ذاتها. ممكن يطلع على المنبر إن شاء الله يعنكش في المنبر فوق، يطلع هنا في الدرجة دي عشان يحصل الميكروفون ويخطب بالناس الجمعة. الدليل على ذلك حديث عمرو بن سلمة في البخاري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا صغار يعني، قال فتعلمنا. اتعلم، شوف العلم هو اللي بيقيم الإنسان، أعرف المعلومة دي، العلم هو اللي بيقيم الإنسان. فتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رجع قال فرجعت إلى قومي بني سلمة وأنا ابن 6 سنين. عمره كم؟ 6 سنوات. قال فما شهدت مشهدا في بني سلمة إلا وكنت إمامه.
العيد الإمام هو، الجمعة الإمام هو، الصلاة الإمام هو. قال حتى قالت امرأة من القوم، كان عنده جلابيت، جلابيته قصيرة ما بتستر عورته، يعني شوف قصيرة شديد، وكان حالتهم فيها فقر يعني ما عندهم شيء. فقالت امرأة من القوم: يا أيها الناس، مرة من وراء من المصلين، يا أيها الناس، قالت: استروا عنا أستقاريكم، اشتروا لإمامكم ده جلابية. قال: فاشتروا لي حلة ما فرحت بعد الإسلام فرحي بها. دايما يدل على إنه شنو يا أخوانا، إنه صغير يا أخي يفرح بالجلابية. فعشان كده يا أخوانا الصبي يكون الإمام بتاع الناس. ومن هذا يا أخوانا السنة الأولاد يقيفوا وقت جو، مش الولد مميز فوق له 7 سنوات ده لو جاء الصف الأول يقيف في الصف الأول، ما ترجعوا أصلا، ما ترجعوا، ما بيجوز. أي نعم، نعم. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكان بيرشد أصحاب الأحلام والنهى، يعني النهى أصحاب العقول يعني، وأصحاب الأحلام الناس اللي عندهم الحلم والناس اللي عندهم العلم. يلو الإمام لأنه يصوب الإمام، يصوب الإمام إذا الإمام سهى في الصلاة ولا احتاج لاستدراك في القراءة يصوب الإمام. لكن ده ما معناه إنه ما يقيف ورا الإمام، يعني لو ما جو بدري وللأحلام والنهى يخلوا المحلة دي فاضية، لا لا لا، ده فيه دلالة على إنه دائما أولو الأحلام والنهى يبادروا يجوا قدام، يعني يجوا الصلاة بدري عشان يقيفوا ورا الإمام يصوبوا. لكن نفهمها على غلط، يقول لك ليليني أولو الأحلام والنهى معناه وقفوا الشفع ورا، الشفع ده ممكن يكونوا هون أولو الأحلام والنهى ذاتهم. انت ما بتلقى واقف في الصف الاول وتجاني، تلقى في الصف الاول واقف لك وراك وتجاني، عقيدته خربانه قران ما حافظه وصلاه ما بيعرفها. يا اخي مره واحد واقف جنبي، خليك من ده كله، واحد واقف في الصلاه الامام بيصلي وزول كبير شايب كويس، الامام بيصلي اخطا في ايه صلحوه، رجع جاب الايه ثانيه اخطا فيها، الواقف جنبي قال لي واقف جنبي قال له كده صلاة جنازة في رمضان ده، هسه رمضان ده صلاة جنازة، أنا وقفت في الصف في الطرف هناك، واقفين جنبي كم نفر بيجاي بدو صلاة الجنازة، دول كبير أكبر مني بكثير، كبير دول شايب، أول ما بدو صلاة الله أكبر صلاة الجنازة بتقرأ الفاتحة في الأول، بتكبر تاني بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بتكبر الثالثة بتدعو للميت، بتكبر الرابعة بتسلم، دي صلاة الجنازة. أتخيل معي بالله ده عمل شنو وأنا سامعه، الله أكبر يا حليلة زي ده، أسي دلو للأحلام والنهى ده أسا كان وقف وراك يصلحك بينه يا حليلة، قال بس عليك الله شوف النوعية زي ده، ما تعلم ده مما قام علموا الدين شنو؟ دي التربية الصوفية، علموا الدين شلت الإبريق للشيخ وكده، وجي شلت البركة والزيارة ودفعت البياض خلاص انت مدين حوار، ما تعلم دين. المهم فيبقى يا اخوانا الحديث للأحلام والنهى معناه للعلم، نازل عندهم العلم، العلم ده ممكن يكون صغير عنده علم، هسه مرات ولدك بيكون أعلم منك ولا ما كذي، ولا مرات جناك يكون أعلم منك. تشمل هذا البدع والضلالات وعباد القبور والأرض الحديث. طيب الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. النداء: يا أيها الذين آمنوا. السائل بيقول: هل يعني أن أصحاب القبور والأضرحة والشركيات والبدع ما يدخل في الآية؟ اللي ما يدخل في الآية كل مشرك، المشرك ما يدخل في النداء في الآية، لأنه ربنا نادى أهل الإيمان. أما الإنسان المبتدع يدخل في الآية، يدخل، لأنه المبتدع الصحيح أنه يحاسب على البدعة لكن ما يحبط كل عمله، ما هو كالمشرك إلا إذا كانت البدعة
زي ما بقول العلماء الشركية كفرية. إذا كانت بدعة شركية كفرية فهذا ما يدخل في النداء الوارد في الآية. نعم. السؤال الأول بيقول أنتم تنكروا على الصوفية وفيهم الصالح وفيهم الطالح، بتنكروا عليهم كليا. والسؤال الثاني بالنسبة لذات الحمل، أول ما شعرت بحملها بتقيس وهي بها نفسها بيتضرر جناها وهي بتضرر ولا بتضرر، ولا بس حملت تتخلى عن الصوفية؟ طيب بالنسبة للسؤال الأول قالوا أنتم بتتكلموا عن الصوفية كلهم، ما بتقولوا الصالح منهم والما صالح. نحن سؤال بنوجهه اليوم، نقول لهم الصالح بتاعهم ده رضيان بيسووا فيه والما صالحين ولا ما رضيان؟ بس ده سؤالنا اليوم. إذا كان رضيان يبقوا كلهم ما صالحين، وإذا كان ما رضيان اللي يمرق يخلي الصوفية. أما قاعد معهم معناه رضيان، رضيان إذا ما نافعين كلهم، كلهم ما نافعين. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الإمام الجليل جاء يوم من الأيام وجد ناس أصحاب خمر طيب مريسة قبضوهم ودار يجلدوهم الحد. قالوا يا إمام يا أمير المؤمنين فيهم هذا الرجل الشخص ده، قالوا هو صائم. صائم معناه شنو؟ معناه ما شرب مريسة صح؟ قال ابدأوا به، أجلدوا أول واحد. الصائم ده يجلد حد الخمر كيف يا أخوانا؟ ما شرب خمرة. قال جلد أول واحد. قالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنه جلس معهم ولم يفارق مكان المنكر. نحن بنقول لك يا صوفي أنت كويس ما مع الطالحين الكعبين، هاي أمرك منهم، مركت منهم ما عندنا معك مشكلة، قعدت معهم زي ما قال عمر بن عبد العزيز بتنجلد معهم، بقيت قاعد معهم بتنجلد معهم. نعم. السؤال الثاني بالنسبة للحامل والمرضع، قبل نحن قلنا الفتوى إنه الحامل والمرضع لو خافت على نفسها أو على جنينها تفطر وشنو؟ تطعم ولا تقضي؟ أيوة مركزين كويس؟ ها؟ معناه الناس ما نسيت، مركزة كويس. أنا قلت عطشته. طيب ها؟ الشيخ؟ أي ما دقيقة نفسنا نتم دي. فالحامل والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، اللي بيقدر منو؟ منو اللي بيقدر؟ هل الطبيب ولا براها بتقدر انها بتتضرر؟ بتقدر هي براها. هي براها بتقدر. متى ما قدرت انها بتتضرر من الحمل او من الارضاع او بتضرر الجنين فلها ان تفطر وتطعم. نعم الشيخ. في بعض الناس عندهم شبهة بينشروها بين الناس، والسائل قال يعني دوره هي شبهة انه عذاب القبر ما ورد في القرآن، انما ورد في السنة، السنة في حديث واحد حديث عائشة البخاري عن عذاب القبر. كيف رد على الشيخ؟ طيب السائل بيقول عذاب القبر ما ورد في القرآن انما ورد في السنة، وفي السنة في حديث واحد وهو حديث عائشة، يا عائشة إن عذاب القبر حق. نقول له أول حاجة سؤالك غلط، سؤال ذاته غلط. كونه يقول ما ورد في القرآن، لا ورد في القرآن. وكونه يقول ما ورد في السنة إلا في حديث واحد، نقول لك برضه غلط، ورد في حديث ثاني. منا حديث ابن عباس قال إنهما لا يعذبان، أها ده في السنة ولا ما في السنة؟ إنهما لا يعذبان. ومنا حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال مر على رجل مستلق إلى قفاه في رؤيا في المنام، رؤيا فظيعة جدا، رجل قال مستلق إلى قفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. بتعرفوا الكلوب؟ المنجل بتعرفوه؟ بتاع القش زي المنجل. قال فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيدخل المنجل ده، قال فيدخله في أنفه فيشرشره، يعني بيقطع بشق زي البتيخة، بشق من نخرته لورا. قال فيأتي إلى عينه فيشرشرها إلى قفاه، ثم يأتي إلى شدغه في الخد يقطع إلى قفاه، ارجع للشق الثاني شققه برضه. قال فقلت ما هؤلاء؟
قال هذا الذي يسمع القرآن ولا يعمل به وينام عن الصلاة المكتوبة. عرفتوا؟ ده عذاب ولا مو عذاب؟ ده عذاب شديد، هذا عذاب شديد، وأحاديث كثيرة جدا. وفي القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم دفتين وقت الموت، اليوم تجزون عذاب الهون. العلماء قالوا ده من الأدلة، وأدلة كثيرة جدا تدل على عذاب القبر. نعم. ها؟ طيب طيب، حديث أويس القرني بيستدلوا به الصوفية على انه تتوسل بالصالحين، هم ما فاهمين. أويس القرني من قرن، من اليمن، من اليمن، كان بارا بأمه، وكان فيه برص في جسمه كله، فشفي إلا موضع ريال، شفي من البرص بسبب بره لأمه، وكان مجاب الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو أدركت ويس القرني فمره فليستغفر لك فإنه رجل كذا كذا إلى آخر الحديث وصفه. يلا لاحظ معي الفرق بين التوسل الصحيح وتوسل الصوفية. إنه الصوفية لو قلت لهم في دو صالح بيقوم بيرفع لك يده من محله، يو يا فلون تلحقنا، ده غلط ما بجوز، ده شرك. أما التوسل الصحيح عمر الخطاب بيقف فتش لأويس القرني، يفتش عنه، ما قال يا أويس تلحقنا وتفزعنا وتحلنا من الشدائد، لا لا، بيقف فتش عن أويس القرني. لما قابلوا قال له أنت أويس؟ قال نعم. أنت القرني من قرن من كذا كذا، كان بك برص، برأت، كنت بارا بأمك، لحد ما تأكد أنه هو. قال له استغفر لي، فاستغفر له أويس. إذا أنت الشاهد منا لو قابلت زول قلت له ادعو لي، لحد هنا شنو؟ ما في مشكلة، تقول لا ادعو لي. أما تقعد ترفع يديك من هنا يا الحفيان ويا أبو شمال وما تعرف يا أبو لفت وشنو، ده كله كلام فارغ، ده شرك بالله، ده ده ما بجوز. نعم. نعم الشيخ اقعد، احنا دارين انك اقعد. انا ما الناس الفطر، الفطر يمشي يرقد هناك، ودار يمشي البيت اللي يمشي، وانا ما تعبت قاعد بنضم بس. لا 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 شويه كده بس نجاوب سؤال. جزاك الله خير، جزاك الله خير. بعض الاخبار، بعض الاخبار. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونسال الله سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان حسناتكم ويجزى الله خيرا الشيخ على هذه الكلمات النافعه. ان شاء الله اذا في شيء بعد العصر الناس تجي، لكن الناس تجي يعني بسفر من الحكومه، وقمنا والله عنده دور شغال رب العالمين ورجل يمكن يوم لم يوم ما نام فقدوا طيب بس نجاوب هذه التخونة، ده قالوا جاي من بعيد. سؤال الأول قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل الناس اللي من قبلنا كان عندهم صيام؟ نعم كان عندهم صيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بين صومنا وصوم اليهود أكلة السحر، كانوا بيصوموا وما بيسحروا، فعندهم صيام. أما صفته كيف فالله أعلم بصفته، لكن كان عندهم صيام وكانت عندهم صلاة. نعم. نعم. الترابين دي التراب يستدل بالحديث من تبوه وخالد اللي عن القران، ده
الاعداد شيء يعني الهاب طيب الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال في بعض الناس من الشعبيين بيقولوا إنه الحديث مخالف للقرآن وإنه الحديث فيه إرهاب وكده. الحديث ما مخالف للقرآن، والحديث معناه إنه النبي صلى الله عليه وسلم مما جعل له من الرزق إنه يأتيه الخمس في الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولمن تاني وللرسول، هذا القرآن. فما غنم المسلمون في الحرب فللرسول الخمس منه. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن أيضا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فالغنائم الإنسان لما يأكل منها هي حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم كما قال الحديث في البخاري قال وأحلت لي الغنائم، فأحلت له الغنائم وجعل رزقه من الغنائم أي من تحت ظل السيف، فما في تعارض بين الحديث وبين القرآن، إنما الشعبيين الناس جهلة وحمقى بس. نعم طيب السائل بيقول دي طبعا شبهات الشعبيين يا اخوانا، والناس تنتبه لانه الان بيضللوا في المسلمين. قال ما في حاجه يسمها صحابه، قال انما تقول تبع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي معاه من المؤمنين ما كانوا صحابه كويس، انما كانوا شنو؟ اتباع. قال لانه في القران ما في لفظ صحابي او اصحاب. نقول له اول حاجه انت كذاب، القران فيه وانت جاهل ما قريت القران. ربنا قال في سوره التوبه ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، صاحبه دفنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فكون يقول القران ما فيه لفظ صحابي ده يدل على جهله بالقران، القران فيه لفظ صحابي، ونحن بناخذ بالقران والقران وشنو؟ والسنه. ما القران براو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي، سموهم اصحاب، فالقران سموهم اصحاب والسنه سمتهم اصحاب، اما الشعبي فجاهل ده تابع للترابي، والترابي تعلم وين؟ علم في الصربون علموا يهود، يهود علموا عشان يجي يخرب الاسلام، فده الناس جهلة وحمقى ما عندهم معرفة بالدين الاسلامي. هو ما شبه بالآية جاب شبهة على تفاصيل الكلام، قال في صاحب الجنتين ثم كفر وقال لصاحبه، جمع عنده صاحب ومخالف له يعني. طيب كونه يجيب شبهة بآية سورة الكهف بصاحب الجنتين إذ يقول لصاحبه، كلمة الصاحب يا أخواننا هذا ما لجهلهم، أنا عشان كده قلت لكم جهال. كلمة الصاحب عندها معنى اصطلاحي ومعنى لغوي. المعنى اللغوي واسع، ممكن تقول مثلا قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، هل كانوا صحبانه؟ يعني صحبانه رفقاه؟ لا، صحبانه معناه اصطحبوه في السجن، اصطحبوه تمام. هذا معنى اصطلاحي للكلمة أو معنى لغوي واسع، يعني اصطحبوه في السجن فصاروا أصحاب له في السجن، ما أصحاب عموما، لأنه ما قال يا أصحابي، قال يا صاحبي السجن، يعني أنتوا رافقتوني في السجن تمام. صاحبه يعني صاحبه اللي بيناقشه بيتكلم معه. أما صحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام دي ما صحبة لغوية، إنما صحبة اصطلاحية، اصطلاحية، لأنه ما كل ذول عايش النبي صلى الله عليه وسلم ورافقوا اسمه صحابي، إنما الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فإذا المعنى هنا اصطلاحي، والمعنى هناك شنو؟
لغوي، والقرآن لغة واسعة جدا، واللغة العربية لغة واسعة، عشان كده ديركم بيضيقوا المعاني. القرآن يا اخواننا جعل اللغة العربية، واللغة العربية ممكن تستخدم اللفظ الوحدة بمعنيين، صح ولا ما صح؟ إلا لو يكون جاهل. ربنا قال ويوم تقوم الساعة، الساعة هنا المقصود بها شنو؟ ها؟ يوم القيامة صح؟ ربنا قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الثانية المقصود بها شنو؟ الزمن. إذن لفظة واحدة جات في آية واحدة مرتين، أي واحدة شنو؟ معناها برا، لكن الشعب بيفهم؟ الشعب ما بيفهم يعني. أي نعم. شنو؟ لا لا ما يأثر في الصيام، لكن هذول يحرص عليها يا أخواننا. صلاة التراويح يحرص عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. أنا ما دعيت إلا تدعوا من السمع أنتم. أنا من النظم ما دعيت. طب قول. كيشك ده منو؟ كيشك ده المصري ده؟ قال سينا ليه ولا قالوا شنو؟ لا لا نحن أول حاجة ما سينا ليه، نحن ما سينا ليه ذول يا أخواننا. نحن في النهاية بينا لك أي زول عنده باطل، قلنا لك فلان ده عنده باطل، الباطل بتاعه كذا وكذا وكذا. تمام، ده بيان، ده نصيحة، نصيحة للناس وبيان، هذه ما إساءة، دي نمرة واحد. وبعدين كشك سلفي كشك ما سلفي، كشك أخو مسلم، كشك أصلا ما سلفي، ده أخو مسلم ومع الأخوان المسلمين ويناصر في الأخوان المسلمين، وعقيدته عقيدة الأخوان المسلمين، وهو على منهج الأخوان المسلمين، فهو ما هو سلفي. أي نعم. مهنته يعني الانسان يمتهن الرقيه الشرعيه، يعني مهنته راقي، ما بجوز، لا يجوز ان الانسان يمتهن الرقيه الشرعيه ابدا. ولم يعرف في زمن الصحابه انه في انسان كان اسمه راقي، لكن ممكن الانسان يرقي، يرقي ينفع الناس، انت عندك قريبك من اهلك صاحبك ترقي وتنفعه، ما في شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ما في مشكلة كون ذول ينفع أخاه بالرقية، لكن كونه يمتهن شايل شنطته وماشي من رقية من هنا ولا هنا وفاتح له مكتب، أمشي أفتح لك مكتب بيع طعمية بيع زلابية فهمت، بيع طماطم، دي مهنة تجارة مهنة، لكن ما في رقية مهنة يا أخوانا، ذول يمتهن الغرام ما في مهنة زي دي. نعم يا أخواننا، إذا في شيخ معين العلماء أو المشايخ حذروا منه لأباطيل عنده، لإنحرافات في مذهبه، لخلط في علمه، لإشكالات فيه، ما تسمع له تاني، ما تسمع له. لماذا؟ قال العلماء لأن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا كان إنسان فيه مشكلة أنت ما تسمع له عشان يضرك في دينك. طيب بسأل عن الآية إذا السماء انشقت، لما قالوا الصوفي ما بيفهم ذاك قال إذا السماء انشقت، قال الله بيمشي وين يعني؟ قال كيف نرد عليه؟ نرد بالآتي يا أخوانا، نرد بالآتي. أولا العلماء لما قالوا إن الله في السماء ما قالوا السماء بتحوي الله عز وجل أو ربنا محتاج للسماء، ما قالوا كده، إنما قولهم في السماء معناها في العلو فوق السماء، ما معنى أن ربنا محتاج للسماء أو السماء تحمل المولى سبحانه وتعالى، هذا غلط. فنرد عليه ونقول له إمتى؟ لما قلت إنه إذا السماء انشقت ربنا بقع، أو الكلمة القبيحة بتاعته دي، إنت لما قلت لأنه أنت فهمت معنى في السماء إنه ربنا محتاج للسماء، وإنه السماء بتحمل ربنا، نقول له فهمك ده باطل. ولو أنت فهمت فهم صحيح
يبقى شنو؟ ما في داعي انت تقول الكلام ده اصله، لانه السماء لا تحمل المولى سبحانه وتعالى. نقف يا اخواننا عند هذا الحد، وصلي اللهم وسلم. دارين شيخ ابو الحسن ده يقرا لنا قران، ده شرطنا معاه احنا من قبل. السائل بيسال عن العمل تحت مظله الجماعات والجمعيات في الدعوه. فالمساله دي يا اخواننا العلماء تكلموا عنها، والجماعات دي وضح ما فيها من الاخطاء والتجمع على الباطل والاثم والعدوان. والمولى سبحانه وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فالتعاون معه والعمل تحت مظلته صار من التعاون الان على الاثم والعدوان وعلى محاربة الدعوة. وفي الحقيقة هم ما بيتعاونوا على الدعوة، انما على محاربة الدعوة وعلى نصرة الباطل وعلى ترويج لأهل الشر والترويج لأعداء الدعوة. فما يجوز التعاون معهم ولا يجوز العمل تحت مظلتهم، إنما زول لو دار يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يتعاون مع المستقيمين على المنهج الصحيح. هذه فتوى العلماء، يتعاون مع المستقيمين، ولكن ما يعمل له جماعات ولخبطة وتفرقة للمسلمين. ربنا قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. ربنا سبحانه وتعالى يقول: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. هذه من التفرقة، من التفرقة اللي فرقت المسلمين. وربنا أمرنا بالاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربنا يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. فالإنسان ما يكون من الناس اللي فرقوا الدين وشتتوا، جعلوا المسلمين جماعات وطوائف، ما يعمل تحت المظلة دي أبدا. وفي عندها رمضان قبل كم سنة؟ طيب عندها فيه أيام أو كتب؟ طيب قطع الفاض في ذات وضع. بالنسبة سؤال مرة أخرى عن الحامل والمرضع، لو كان عندها رمضانات سابقة، السائل بيقول لو كان عندها رمضان أو رمضانات سابقة قبل هذا الرمضان، فتطعم عنا كلها يا أخوانا، تطعم عنا كلها بعدد الأيام، عن كل يوم كيلو وربع أو كيلو ونص من الدقيق. طيب رجل قال طيب ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بأمور، فمن ذلك مسألة مصافحة النساء، إنما بيجوز لما جاء في الحديث، حديث معقل ابن يسار عند الطبراني رحمة الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه. يعني تخيل مثلا صعبة كيف، مخيط زي المسلة يعني الإبرة الكبيرة، يدقها لزول في رأسه. قال: خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمس هنا ما معناه الجماع، زي ما قال الأخذة بيحكي عن الشيخ اللي أجاز لهم المصافحة، قال بيقول لهم المس معناه الجماع. المس ما معناه الجماع يا أخي، الأصل في كلمة المس اللمس، المس معناه اللمس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجمعة قال: ومن مس الحصى فقد لغى. هل معناه يكون جامع الحصى؟ ده مجنون ولا شنو؟ في زول بجامع الحصى؟ فالمس معناه اللمس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية للحديث ذاته، دي بتقطع الموضوع من أصله، قال: إني لا أمس أيدي النساء. هذه كيف؟ ده تاني مش انتهت من الموضوع. إني لا أمس أيدي النساء، وفي رواية: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. أما الأثر اللي جابه، وأنا ما عارفه جابه من وين، قال النبي صلى الله عليه وسلم صافح 40 امرأة. ده والله إلا أحلم تبه في النوم أنت بس،
حلمطب الشيطان جابوا ليك قال لك الرسول صافح 40 امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة لا تحل له قط، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له قط. يجي يقول لك صافح 40 كمان، 40 معقول يا أخ مرة واحدة كده؟ نعم. القول بأنه يعني في بعض الصوفية عنده كلام بيقول أنه ما من رجل من الصوفية إلا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام. طيب السائل بيقول الصوفية بيقولوا ما من رجل من الصوفية إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. نقول ده كذب أول حاجة، هذا كذب، لأنه ما في أحد بيرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أبدا، ما في حد بيراه في اليقظة أبدا، لما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، ما قال إنه من رآني في المنام معناه رآني في اليقظة، لا، قال فكأنما رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورحمه قال في هذا الحديث، قال وفيه ألا إنه من زعم إنه بيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة قال ده بتلزم لوازم باطلة، ده معناه صوفية ده الصحابة كلهم، لأنه اللي بيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة مؤمن به ده يبقى شنو؟ ده يبقى صحابي. قال يلزم منا إنه ده الصحابة والصحبة انتهت، فإذا يبقى ما في زول بيرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. نعم. يا اخوانا المصافحة مربوطة بامرأة، أي امرأة ما الصافحة، كبيرة أو صغيرة ده قياس، قياس بس، قاسوا العلماء على قول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، قالوا ما دام ربنا أباح لنا وضع الحجاب معناه أباح لنا نحن شنو؟ نصافحة، وهذا قياس بعيد، والصحيح المرأة مرأة، الإنسان ما يصافح المرأة الكبيرة ما يصافح، صغيرة أو كبيرة. نعم. قراءة القرآن بالنسبة للميت ما بيصل الثواب، لأنه ما في دليل على وصول الثواب للميت من القراءة، ما في دليل ورد، إنما اللي ورد يصل الميت الصدقة، يصل الميت الدعاء، يصل الميت العمرة عنه، الحج عنه، هذا اللي يصل الميت لما ورد من الأدلة. شيخ جه سؤال من النساء. أيوة. بعض الناس من الصوفية عندهم الأذكار، وأذكار واحد يكون بيفكر يعني بيعمل حركات كده غريبة ومريبة، وإذا سألته أو سألت الناس يقول لك ده غرقان، فبتسأل هل الغرق ده من يعني من الدين في شيء؟ واحدة من النساء بتسأل إنه أثناء الذكر بتاع الصوفية بيعملوا حركات وألفاظ غريبة، أشياء غريبة بيعملوها، وبيقول لك الزول ده غرقان، هل الغرق ده من الدين؟ الغرق ده من التصوف ما من الدين، الدين ما فيه غرق، الدين ده الزول المؤمن بيكون صاحي، والدين بيزيد الإنسان إيمان، والذكر بيزيد الإنسان إيمان وعقل. ربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن ذول بيضرب الواطة وبيقعد ينبز ويقول الفاظ كعبة، ده معقول يكون السواو ده ذكر دين؟ ده شغل بتاع الشيطان، لأنه أصلا ذكره من الأول ما ذكر سنة، ذكر بتاع شيطان. ها؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم ليجادلوه. نعم. للغسل. نعم. بالنسبة لغسل الميت، وهذا سؤال مهم يا أخوانا، من الذي يغسل الميت؟ أولا العلماء قالوا إذا مات رجل لا يغسله إلا الرجال، وإذا ماتت امرأة لا يغسلها إلا النساء، باستثناء الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. طيب لو مات إنسان من الرجال من الذي يغسل الميت؟
يتولى الغسل صاحب العلم بالغسل، الزول اللي عنده علم بالغسل، ومعه الأقربون، أقرب الناس إلى الميت يعني الناس القريبين منه. لماذا؟ لأنهم يا إخواننا بيستروا الميت، وستر الميت مهم جدا. الإنسان ما يكشف ما رأى من العورة وما رأى من الميت، ما يكشف عنه شيء، إنما يستر. فيتولى الغسل أصحاب العلم، الناس اللي عندهم علم ومعرفة بالغسل، والناس الأقرباء القريبين، الولد أو الوالد أو الزوجة أو الأقارب، العم الجد وهكذا. طيب، أما المرأة يا إخواننا ما يجوز رجل يتولى غسل امرأة ولو البلد كلها ما فيها مرأة غيرها، لا يجوز أبدا إنه المرأة تغسلها أو يغسلها الرجال. نعم. طيب، بالنسبة للصلاة على الميت يصلي العالم أو صاحب العلم، هذا أولى الناس بالصلاة. إذا كان الناس استووا في العلم، يعني مش العلم المطلق، العلم بالصلاة، الإنسان الأعلم والأفقه، لو الناس استووا في العلم يصلي صاحب الوصية. لو الميت وصى قال يصلي علي فلان، يصلي صاحب الوصية. لو استووا في ذلك يصلي الأقرب إلى الميت، الأقرب إلى الميت. لو ما كانت في وصية يصلي ولده، لو كان ولده موجود يصلي والده، لو والده موجود وهكذا، الأقرب فالأقرب. نعم. كيفية صلاة الجنازة؟ أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة بالراحة كده، الناس تحفظها. التكبيرة الأولى تقرأ بعدها الفاتحة. التكبيرة الثانية تصلي بعدها الصلاة الإبراهيمية، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإبراهيمية اللي بنقولها في التشهد. التكبيرة الثالثة ندعو للميت الدعاء، لو جبت الدعاء المأسور، اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الخطايا والذنوب إلى آخره، يكون طيب. لو ما في أدعو بأي دعاء طيب، يا ربي اغفر لي وارحمه وأبدل دارا خيرا من داري، أدعو أي دعاء طيب. دي كده ثلاثة تكبيرات. تكبر الرابعة تسكت شوية وتسلم، إما تسليمة واحدة على اليمين صحيح، تسليمتين برضو صحيح. ممكن وارد في بعض الكتب الفقه كما عند الشافعية، ابن كثير قال يدعو بالدعاء لعموم المسلمين بعد التكبيرة الرابعة، يدعو لعموم المسلمين، ولو سكت قليلا وسلم صحيح. مبجوز من النياحة أي تجمع بعد الدفن، مبجوز. الدليل ما جاء في المسند من حديث جرير رضي الله عنه أو من أثر جرير قال: كنا نعد الجلوس بعد الدفن وصنيعة الطعام من النياحة، والنياحة من الكبائر، التجمع مبجوز. طيب، هل التعزية بتنتهي؟ التعزية ما بتنتهي. متى ما أنت لقيت أحد أقرباء الميت تعزيه، ولو جيته في البيت تعزيه وتمضي. أما تجمع وصنيعة الطعام من النياحة، ما يصنع طعام. طيب، حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما، ده بتصنعوا، بيصنعوا الجار لأهل الميت، يعني واحد من الجيران يعمل لهم الفطور، ده يعمل لهم الغداء لحد ما هم يمشوا الجزارة ولا يمشوا السوق ويعملوا خدارهم براهم وكده، خلاص بعد تاني ما في أكل. أما الآن اللي بيعملوا الناس ده ما هو يصنعوا لآل جعفر طعاما، ده بيصنعوا آل جعفر ذاتهم، آل جعفر هم اللي بيسووا الأكل، وده مما يدل لك على إنه مبجوز. ما دام هم قادرين يعملوا الأكل براهم، يبقى شنو؟ يبقى ما بيجوز إطلاقا يا إخواننا إنه الناس تتجمع أو تصنع الطعام إلى غير ذلك. الصلاة جات شيخ. إذا الأخوات تسأل تقول نصيحة مختصرة تفصيلية نوعا ما بأمر الحداد. أخيرا ونختم به للصلاة، السؤال: الحداد بالنسبة للنساء. المرأة يا إخواننا إما يكون مات زوجها أو مات حد تاني غير زوجها، واحد من اثنين، إما المادة الزوج أو غير الزوج. ناخذ أولا الزوج، الزوج المرأة بتحيد عليه 4 أشهر و10 بالسنة الهجرية،
ما يحسبوا بالسنة الميلادية، يحسبوا بالعام الهجري، لأنه الهجري أقل من الميلادي. 4 أشهر و10 تحتد على زوجها، والحداد بيكون شكله كيف؟ إنها تكون قاعدة في بيتها، ما تتزين بزينة، يعني ما تلبس لبس مزركش ومزخرف وتستعمل العطور والروائح الجميلة وكذا، لا، إنما تلبس هدوم البيت العادية غير المزخرفة، غير المزخرفة. ممكن تستحمى، ما في حاجة، بجوز تستحمى بصابون ما يكون فيه عطر ولا روائح، تستحمى بالصابون العادي وتقعد تتونس مع الناس، ما يقول لها تمشي تقعدي في ركن البيت جوا هناك وما تتونسي مع زول. ليه؟ ليه عمل الشناصة؟ تتونس مع الناس عادي، ما تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة مرقتها من بيتها. هذا الحد بالنسبة للمرأة، ما تتحنن، ما تعمل البخور، ما تعمل العطور، ما تلبس الأشياء المزخرفة، ما تتزين، ما تتجمل. ده الحداد لحد ما تتم 4 أشهر و10. لو كانت المرأة حامل بينتهي بوضع الحمل، يعني لو زوجها مات الليلة وبعد 3 يوم وضعت، عدة انتهت، ما عند أي حداد تاني، ممكن تتزوج طوال. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى عدة انتهت. أما لو المرأة مات لها غير الزوج، الأب ولا الأخ ولا ود الجيران ولا خطيبة ولا زول ساي بتحبه ولا إلى آخره، ما بجوز لها تحتد عليه أي تحزن عليه فوق 3، فوق 3 أيام ما بجوز لها. يعني أخوها مات، ممكن ما تتزين وما تخط الحنة وما تلبس ملابس جميلة لمدة 3 أيام، أما فوق 3 أيام حرام عليها. في ناس بيحدوا سنة، تقول لك أنا النعلات ما بلبسها ما دام فلان ده مات، وأنا الليلة حرمان علي الثياب السمحة وحرمان علي، هي الثياب السمحة حرمان عليك برا البيت، ما للحداد، حرمان عليك عشان الحجاب واجب عليك، لكن ما حرمان علي الزينة وحرمان علي العطر وحرمان علي. وتلقى زوجها قاعد، زوجها موجود، وأخوها مات حد سنة كاملة، ما تتزين لزوجها ولا تتهيأ له ولا تتعطر لزوجها ولا تلبس جميل، ومرات ولا بيستحمى ذاته. هذه عاصية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا ذنب يا اخواننا كبير، ما تتهاون به النساء وما يعملوه. يقول لك فلانة ديك أنا حدد على أخوها 2 شهر وهي ما قدرت تحيد على أخوي، إلى غير ذلك من الأشياء المنكرة والباطلة، ما يجوز يا أخواني. صلي اللهم على نبينا محمد.